بسم الله الرحمن الرحيم. أنا الساسي العياري، مواطن تونسي. مرحبا بك. روجت صحيفة المغرب مؤخرا أنه سمير الفرياني على علاقة بوزير الداخلية السابق محمد برجب. شنو المعطيات اللي عندك في الموضوع هذا وباش تفيدنا في السياق هذا؟ والله هذا مش صحيح، أنا هو باش نقول صحيح، ونحب نقول كلمة قبل الواحد: الساكت على الحق هو شيطان أخرس، وأنا لا أحب أن أكون شيطان أخرس. أنا خاطر الصلة بتاعي بحب رجب، أنا خدمت معاه 11 سنة، خدم معاه، أنا إنسان نعرفه، يحب بلاده، خدام من القلال اللي جابتهم تونس، من الرجال اللي جابتهم تونس، ونعرفه راجل خدام وثقة، وذاك علاش ضربوه على خاطر قال لا للطرابلسية. أنا نعرف سمير فرياني خاطر عندي بيه علاقة، سمير فرياني من الجمعية، وكان يلعب في كرة اليد في الملعب التونسي، هو سبق معناها، وأنا كنت مسؤول عليه قبل. صارت الحكاية بعد الثورة، سمعت برشا كلام بما فيهم أتلاف الأرشيف بتاع البلاد، وهو حاير إيش باش يعمل. قلت له هاو عندي أنا حل، أنا هاني نعرف وقتها سي تعين سي الحبيب الصيد على وزارة الداخلية. قلت له هاو توا نعمل محاولة أنا ونشوف ونوصلك باش توصل الحبيب الصيد وتحكي له. وكان العمل هكاكا، مشيت أنا قابلت سي محمد رجب، قابلته وطلبت منه باش يدخل لنا باش سي سمير الفرياني يقابل سي الحبيب السيد. من الاول رفض، ما حبش، قال لي ما تدخلنيش في المداخل. الواحد اكدت عليه انت وقلت له انا نعرفك انت انسان وطني، انسان تحب بلادك، تغير على البلاد، وانا واصلك امني، والشيء هذا راه لازم نقفوله ولازم نوصلوه لسي الحبيب السيد. ضغطت عليه قال لي باه يجيب، وهزيته وكان العمل هكاك، حكى معه قال له باه، وخذ له موعد مع سي الحبيب السيد. لا عمره، لا سي محمد رجب ما يعرفش يا سمير فرياني بتاتا، ولا عمره شافه الا المره هذه اللي هزيته انا فيها، ولا طلب منصب ولا طلب حتى شيء، على اساس التجاوزات اللي صايره في وزاره الداخليه. هذاك علاه كي مشى طلب له ميعاد مع سي الحبيب الصيد، من وقت اللي قابل الحبيب الصيد سي سمير فرياني وتقلبت عليه الدنيا، ولاو يجري في جرته وعملوا فيه اللي ما يتعملش. انا اللي نحب نقول اللي لا عنده صلة، لا سمير فرياني عنده صلة محمد برجب، ولا محمد برجب عنده صلة بسمير فرياني، جملة ما لا يعرفوش ولا ما عندوش حتى صلة. سي سمير فرياني يمكن يعرفه في التلفزة، وقت اللي كان في اللي يخدم في الحكومة كان يعرفه في التلفزة. أما أنا هذايا خدمت معاه 11 سنة، وهو راجل يحترمني ويقدرني، وأنا نقدره على خاطر راجل نعرفه، راجل ويحب بلاده، وضربوه على خاطر نحاوه من الحكومة، سامحني في العبارة، نحاوه من الحكومة على خاطر قال لا للطرابلسية سي محمد برجب. واليوم أنا نحب نقول كلمتين وزوز من الناس، الرئيس الحكومة وزير الداخلية، أنا نحبكم تسمعوا الطرفين، ما تسمعش من طرف واحد، اسمع هذا واسمع من هذا باش لا تظلم هذا ولا تظلم هذا. يا سيدي وفقكم الله. بارك الله فيك. والله على ما أقول شهيد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.